السلام عليكم. رح نعمل دجاج مشوي. رح أعمله مشوي بالفرن. طبعا هلا رح أحكي عن طريقة التسواي تبعه. طريقة كتير طيبة وسهلة. أول شي رح أحتاج دجاجتين. طبعا الكمية اللي بدي أعملها أنا لدجاجتين، بإمكانكم تعملوا الكمية نص الكمية لدجاجة واحدة، وحسب كمان حجم الدجاجة، يعني هاي تقريبا 900 غرام تقريبا كل دجاجة. رح أغسلهم أول شي منيح، بنغسلهم منيح بالليمون نفركهم، وبعدين بنغسلهم بالمي، نرجع بنفركهم بالطحين، وبعدين بنغسلهم وبنصفيهم. هلأ بدنا نقول مكونات التتبيلة: 3 حبات بندورة، بصلتين كبار أو ممكن 4 بصلات صغار، فلفل أخضر حلو، معلقة عسل، العسل كتير بيطري، إحنا بس بدنا معلقة، عصير ليمونة كبيرة، 4 معالق زيت زيتون، كمان زيت الزيتون بيطري اللحوم بشكل عام، معلقة كبيرة معجون طماطم، معلقة دبس رمان كتير بيعطي نكهة وبيطري كمان الدجاج، ومعلقة صغيرة صوص الصويا، لو ما توفر يعني ما مشكلة، ما ضروري، 4 معالق زبادي. ومنيجي للبهارات، رح نحتاج ملح تقريبا معلقة كبيرة، فلفل أسود، الملح حسب الرغبة يعني ما نكتر كتير، فلفل أسود، ثوم وبصل بودر رشة من كل شغلة، زنجبيل رشة، رونفول رشة، هيل مطحون، ورق غار مطحون كتير بيعطوا نكهة للأكل، أي بهارات عنا 7 بهارات مثلا. كمان أنا حطيت رشة من بهارات الشاورما بتعطي كمان نكهة كتير طيبة، وشطة أو تشيلي بودر كمان، هاي ممكن حسب الرغبة، كمان ممكن نحط بابريكا كمان عشان اللون. هاي الشغلات إحنا منضيف ممكن رشة قرفة كمان، أي شي بهارات عنا منحطها. هلأ هذا الدجاجتين هون بعد ما صفيتهم أنا فتحت من عند الظهر، فتحت للدجاجة وراح أعملها بالسكينة بهذا الشكل عشان التتبيلة تتغلغل فيها مظبوط. التتبيلة فرمتها أنا بالفرامة أو ممكن بالخلاط إحنا نحط عشان تطلع ناعمة كتير، وزيدت معاها شوية مي، وبعدين قعدت الدجاج فيه. يفضل انه يضل يوم كامل منقوعة هيك بهاي التتبيلة بالبراد، وممكن نفرزها بهذا الشكل كمان وقت ما بدنا نشوي، نطلعهم من الثلاجة قبل بيوم ونشويهم. هلأ انا غلغلت التتبيلة فيها منيح، ممكن كمان لو الدجاج كبير نقطعه قطع صغيرة ونشويه لو بدنا نشويه على الفحم. هلأ أنا ما رح أشويه على الفحم، بدي أحطه بالفرن. في طبعا كذا خيار رح أحكي لكم إياه. أول شي لو عنا الفرن حامي ممكن ينجز معي، بحطه بالفرن، ممكن أغلفها بقصدير وأخليها، ووقت التحمير بس أشيل القصدير وأحمرها. ممكن كمان إنه ما أحط قصدير وأخليها تستوي تتحمر على نار متوسطة كمان بالفرن، ولو حسيت إنه استوت ولسه في مي كتير كمان ممكن أشيل شوي من الصوص هذا وأخليها بس تاخد التحميرة. ولو الفرن عنا واطي ممكن أنا أعملها بالشواي على الغاز أو بالقلاية على الغاز، أغطي عليها منيح بس تقرب تستوي، بس أدخلها تحت بالفرن خليها تاخد التحميرة. هلأ أنا بدي أفرجيكم هاي الطريقة، عملتها بالقلاية على الغاز، عندي إياها محكمة الإغلاق، بس استوت نزلتها بس على الفرن، أخذت التحميرة وقدمتها. هذا هو الشكل النهائي، وصحة وهنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو ما عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس.